العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الأعزاء، بجميع مراتبكم السامية وألقابكم الرفيعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة يكاد اللسان يتلعثم حين يجد هذه الحفاوة الكبيرة غير المتوقعة من الإخوة الأعزاء في مدينة جدة في هذه الأنسية الطيبة التي جمعتنا في هذا المكان المناسب الجميل. فحقيقة لحظات سعيدة جدا أن نعيش مع هذه الحفاوة الكريمة الطيبة. أحاول بقدر الإمكان أن أختصر في كلامي، وإن كان الحديث ذا شجون قد يمتد، ولكن أحاول أن أختصره في جانبين. في الجانب الأول تعريف بالاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية في تشاد ووضع اللغة العربية فيه، والثاني هي وصايا عامة نتبادلها فيما بيننا كإخوة في قضية الوطن والمواطنة. فيما يتعلق بالاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية في تشاد، طبعا كما تعلمون أن اللغة العربية هي كانت اللغة الرسمية الوحيدة في الممالك التشادية القديمة، يعني منذ ما يزيد على 1000 عام كانت مملكة كانم أول مملكة في أفريقيا جنوب الصحراء طبقت رسمية اللغة العربية منذ 1000 عام. وبعدها مملكة باقرمي ومملكة وداي، كل هذه الممالك الجاهلية كانت لغتها الرسمية هي اللغة العربية، تكتب بها الدواوين وتتراسل مع الملوك في الدول الأخرى وهكذا، إلى أن جاء الاستعمار. فبطبيعة الحال كل الدول الاستعمارية تحاول أن تغرس ثقافتها وتزيح الثقافة الأخرى، وبذلت جهود كثيرة في سبيل زعزعة مكانة اللغة العربية، وهذا ربما ما هو معلوم لديكم. لكن الشعب التشادي بطبيعته ظل متمسك بهويته وبلغته العربية كجسر للتواصل والحديث والتخاطب ومكان أداة للإبداع والفكر وغير ذلك. هناك جهود كثيرة بذلت من أجل رسمية اللغة العربية إلى أن توجد باختيار الشعب ممثلي الشعب في المؤتمر الوطني المستقل سنة 1993، حين اختاروا أن اللغة العربية تكون لغة رسمية مع الفرنسية، وبذلك صدر الدستور التالي الذي استفتى عليه الشعب في عام 1996. ولكن هذا بطبيعة الحال في جانب نظري، الجانب التطبيقي يحتاج إلى جهد، لأن الدستور دائما هو قانون عام، ولكن أصحاب كل قضية يحاولون أن يطبقوا ويطالبوا من أجل أن يجد ذلك على أرض الواقع. وبحمد الله يعني استفاد الجهات التي تناضل باسم اللغة العربية من جو الحرية والديمقراطية الذي نعمت به في بلادنا العزيزة خلال عهد الرئيس إدريس ديبي إتنو، فظهرت العديد من الجمعيات التي تعمل من أجل خدمة اللغة العربية وتطبيقها، سواء كان رابطة مثقفي اللغة العربية، الجمعيات وهكذا. ولكن ظهر أن هناك لا بد من تجميع هذه الجهود، لأن أي عمل مفكر لا يصل إلى النتيجة المطلوبة. فدعا الإخوة الأعزاء العاملين في هذا المجال لمؤتمر سموه المؤتمر الجامع حول وضع اللغة العربية في تشاد، كان سنة 2000، وكان من بين أهدافه أن يصل الناس العاملين في خدمة اللغة العربية إلى كيان تجمع يخدم قضية اللغة العربية. في سنة 2000 ما تمكن أن الناس الأخوة المجتمعين من إنجاز هذا العمل، كذلك انعقد مؤتمر آخر سنة 2009، المؤتمر الجامع الثاني حول اللغة العربية، إذا كان من توصياته
إنشاء هيئة للدفاع عن اللغة العربية، ولكن لم تتكون في ذلك المؤتمر إلى أن جاء المؤتمر الجامع الثالث سنة 2012 في شهر 5 2012، أيضا نظمته جمعيات المجتمع المدني تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية إدريس ديبي، وبالتالي تم فيه تأسيس هذا الاتحاد، يعني ليكون كيان تجمع يعمل من أجل خدمة اللغة العربية، وأطلق عليه سموه الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية في الجالية، يعني اتحاد لمؤسسات، مؤسسات معنى يشمل جمعيات، صحف، مدارس، يعني أي تجمع ممكن ينضم لخدمة اللغة العربية مع الاتحاد. فالاتحاد فيه نوعين من العضوية، عضوية مؤسسات وعضوية فردية، يعني ممكن إنسان يأتي بصفته الفردية ويقول أنا محب للغة العربية وأشارك فيكون عضو من ناحية فردية، ويمكن جمعية أو رابطة أو اتحاد أو مدرسة أو صحيفة أو غيرها تأتي أيضا تنضم للاتحاد ويكون عندها مندوب واحد يمثلها في عضوية الاتحاد. المهم الحمد لله يعني في خلال هذه السنوات قام الاتحاد بأنشطة كثيرة في داخل تشاد وعمل فروع في عدد من الأقاليم، إن فرع في الجنوب مثلا في سار وفي مندوب وفي مديمان، هناك في أبشا وأدفرا جلتين البطحة، هنا في كانم مونسورو بحر الغزال، في لاكجا في بول، في حجر لميس، هذه كلها فروع للاتحاد يعني الآن تعمل وتشارك وعندها أنشطة وتعمل. وأظن الأخ محمد طاهر البكر الذي جاءكم هنا هو رئيس الاتحاد الإقليمي في ماو في كانم. فيما يتعلق بنشاطاتي، طبعا نشاطات كثيرة، منها الأسبوع الوطني للغة العربية، يعني في كل سنة هناك يوم عالمي اختارته الأمم المتحدة، يوم 18 ديسمبر من كل سنة الأمم المتحدة اختارت هذا اليوم يحتفل به على المستوى العالمي. نحن في الاتحاد رأينا أن نوسع بدل من يوم واحد نعمله أسبوع، مثل ما هو الحال في الأسبوع الوطني للمرأة التالية الذي انتهى أمس تقريبا، يعني كان يوم واحد عالمي، ولكن على المستوى التشادي الحكومة اعتمدت أن يكون أسبوع كامل لمناقشة القضايا التي تهم المرأة. فكذلك فيما يتعلق باللغة العربية اخترنا أن يكون هناك أسبوع وطني يكون فيه أنشطة متنوعة، يكون فيه نشاط، محاضرات، حلقات نقاش، فيه تدريب، فيه حتى الرياضة، يعني سوينا عملنا كأس مباراة كرة القدم باسم كأس اتحاد اللغة العربية من أجل أن يكون هناك تواصل مع الإخوة الشباب وخاصة الإخوة الدارسين باللغة الفرنسية، لأن الاتحاد ليس هو خاص بدارسي اللغة العربية فقط، أي إنسان يحمل هم الوطن ويهم قضية اللغة العربية ومساواتها مع الفرنسية، تطبيق الثنائية اللغوية، المجال مفتوح له. فيعمل على اتجاهين، اتجاه يعني تعليم اللغة العربية للناطقين بغير الناس الذين لا يعرفون اللغة العربية، يقيم لهم دروس كيف يتعلموا اللغة العربية ويتعاملوا معها، بنفس القدر الذين درسوا باللغة العربية كان تكوينهم درسوا لحد الثانوية وصلوا الجامعة وكذا لا يعرفون اللغة الفرنسية، الاتحاد يسعى لإقامة دروس تقوية لهم في تعليم اللغة الفرنسية ليكون هناك تواصل بين أبناء الوطن، لأن في نظر الاتحاد أن هذا الوطن العزيز الغالي يحتاج للتكاتف بين جميع أبناء الوطن، لأن الوطن إذا كان يسير باتجاه واحد فقط يكون مثل الطائر الذي يطير بجناح واحد، لكن لما يكون له جناحين، جناح من أهل اللغة العربية وجناح أهل اللغة الفرنسية، يكون طائر قوي عنده جناحين ويطير ويحقق التنمية والنهضة والتكاتف بين أبناء الوطن العزيز.
هذه هي رؤية الاتحاد التي يعمل فيها، والحمد لله يعني بذل جهود كبيرة فيها. ومن بين الجهود يعني في المستوى الداخلي مثل ما ذكرنا هذه الأنشطة، في الخارج أيضا سعى الاتحاد للبحث عن منح دراسية للطلاب للتعليم، وأول جهة وقفت معنا منظمة رعاية الطلاب الوافدين في السودان، أعطونا 15 منها سنويا في تخصصات مختلفة للطلاب التشاديين. ومن خلال العلاقات العامة في الخارج أصبح الاتحاد عضو في المجلس الدولي للغة العربية. المجلس الدولي للغة العربية هو تجمع كبير يتناول قضايا اللغة العربية مثل المنظمة الفرنكفونية العالمية، والاتحاد أصبح هو المؤسسة تقريبا أول منظمة إفريقية تكون عضو في المجلس الدولي للغة العربية. وحقيقة المجلس الدولي للغة العربية يقيم المؤتمر الدولي للغة العربية في كل سنة في شهر 5، يعقد المؤتمر في دبي والناس يسافرون ويذهبون ويشاركون، وشعاره دائما يقول بادر وتحمل المسؤولية بنفسك قبل أن تحملها للآخرين. يعني يلقي الكرة في ملعب الإنسان الذي يدعي أنه يهتم بأمر اللغة العربية، يقول له إذا كنت فعلا مهتم بأمر اللغة العربية لازم أنت بنفسك تدفع التذكرة وتأتي وتحضر وتشارك، يعني ما تنتظر تجلس في مكانك ونحن نرسل لك التذكرة. وهذه صراحة يعني فكرة جديدة في مجال التعاون الكامل في خدمة اللغة العربية. وهذا المؤتمر هو الذي كان السبب في اجتماعنا هذا في هذا المكان، يعني هو إعلان عام ونحن شاركنا وعملنا دعوة لكل التشاديين المهتمين بأمر اللغة العربية سواء كانوا في الداخل أو في الخارج أن يكتبوا بحوث عن قضية اللغة العربية حسب وجهة نظرهم. أي واحد يكتب بحث ما بين 15-20 صفحة ويرسلها إلينا، نرسلها للمجلس الدولي للغة العربية ويجهز تذكرته من عندي ويذهب ليحضر ويقول أنا من المدافعين عن اللغة العربية ومن المهتمين بأمر اللغة العربية. فكان في إخوة من داخل كتبوا وشاركوا، وكان جاءنا من خارج تشاد جاءتنا رسالة من الأخ محمد عبد الله إدريس، هو كتب رسالة أن سمعت إعلانكم، قرأت إعلانكم في الفيسبوك وأنا أيضا عندي رغبة ليشارك في هذا العمل، فكتب بحث وجاء والتقينا لأول مرة تعرفنا معه في دبي في المؤتمر الدولي للغة العربية في العام الماضي. طبعا الشيخ محمد عبد الله بكر هذا مثل ما ذكر نتعارف منذ الطفولة، يعني في المرحلة الابتدائية صغير وكل هو أخونا الأكبر، ولكن مع الأخ محمد عبد الله إدريس التقينا في العام الماضي في مؤتمر الدول اللغة العربية في دبي، فتحدثنا في قضايا اللغة العربية وأنه لا بد أن تتكاتف الجهود في الداخل والخارج وكذا، وبالذات نحن نظرتنا في الاتحاد أن إخواننا في المملكة العربية السعودية الجالية التشادية الموجودة يعني ينبغي أن تكون هي الرصيد الأكبر الداعم لمسيرة اللغة العربية في تشاد، لأن اللغة العربية مهدها الأول هو هذه البلاد، مهدها الأول الذي انتشرت منه ووصلت إلى شتى أرجاء العالم، كل الدول وصلت إليه. يعني المؤتمر الذي كان في دبي شارك فيه حوالي 2000 باحث من 72 دولة، من 72 دولة، واحدة من أوروبا واحدة من آسيا أمريكا أستراليا، كلهم جاءوا وشاركوا، اللغة العربية وصلت إليهم وحملوا هذا الهم والخطيئة، وكلها انبعثت من هذه البلاد الطاهرة أرض المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين. فإذا نحن أملنا أن إخواننا في الجالية التشادية المقيمين في هذه البلاد
يكون لهم دور في هذه القضية في التعامل ودعمها حتى تصل إلى أن تحقق رسميتها في المجتمع التشاري. فكنا نتحدث معه في هذا المجال وأوصيناه أن يأتي ويكون مكتب وكذا، ولكنه قال أنا أنقل الفكرة للإخوة، ولكن هذا التكوين وهذا العمل إلا إذا أتيتم بأنفسكم حتى يكون هناك مشاركة جماعية من أجل بناء ممكن حتى فرع للاتحاد بين أبناء الوطن المقيمين هنا، ليكون هناك ترابط بين الداخل والخارج في خدمة قضية اللغة العربية. فهذا هو سبب اللقاء الذي جمعنا هنا، وانتهزنا الفرصة. أنا كنت قادم للمشاركة في ملتقى الاتحادات اللغة العربية في الدول غير العربية. أتيت هنا في هذه البلاد للمشاركة في ملتقى اتحادات اللغة العربية في الدول غير العربية. هذا كان في الرياض في الأيام الماضية، ونظمه مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية. وجه إلينا الدعوة وقال يمكن أن إذا مستعدين تأتوا وتشاركوا وتقدموا ورقة تعريفية عن الاتحاد وبرامجه ونشاطاته وهكذا. فأتيت ممثلا لتشارك في هذا المؤتمر أو الملتقى، وكان معنا تقريبا 8 دولة أخرى هي الهند وباكستان وماليزيا وأندونيسيا وتركيا وأمريكا ونيجيريا وجزر القمر بالإضافة إلى تشاد. فأتينا وشاركنا وقدمنا الأوراق العلمية التي تتحدث عن اللغة العربية. كل الناس تحدثوا عن وضع اللغة العربية في بلادهم، وتقريبا يعني وضع تشاد متقدم على هذه الدول كلها. يعني كلهم الناس تفاجئوا بأن هذا المستوى موجود في تشاد حول وضع اللغة العربية. كثير من الناس ما كانوا يعرفون أن اللغة العربية موجودة بهذا الحجم وبهذا المستوى في تشاد. فالحمد لله يعني كان لقاء إيجابي، وإن شاء الله سيكون متكرر حسب التوصيات الصادرة، يكون دوري ربما في كل سنة ينعقد إن شاء الله ويتوسع بإذن الله. إذن هذا هو النشاط الجانب التعريفي العام بالاتحاد العام للمؤسسات دعم اللغة العربية في تشاد. وإذا كان هناك أي تساؤلات إضافية سنضيف إليها فيما بعد حسب تساؤلات الإخوة. فالمهم أن لقاءنا هذا جاء بناء على هذه الأنشطة. والأخ محمد عبد الله عندما زارنا ذهب إلى تشاد، فأيضا الإخوة في المكتب الوطني التقوا به واستضافوه، ويعني أحسوا أنه يمثل هؤلاء الإخوة الكرام كونه جاء إلينا من بلاد الحرمين الشريفين وهو من المهتمين بأمر اللغة العربية، وسافر من أجلها إلى دبي للمشاركة في المؤتمر على جهوده الذاتية. فالإخوة أيضا كرموه في البلد هناك، وقلنا إذا كان أتينا هنا نلتقي للتشاور حول إمكانية الفرع الذي يمكن أن يكون رابط بين أبناء الوطن في هذه البلاد ووطنهم في الداخل. وهذا يدفعنا للحديث الآخر عن أهمية الترابط بين أبناء الوطن المقيمين في الخارج والداخل. يعني هذا مهم جدا أيها الإخوة. فالإنسان مهما كان يعني لا بد له انتماء. أن الإنسان يقيم في بلد من البلدان لا ينبغي أن ينسى الأصل الذي خرج منه. فللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. لا بد لك أن تؤدي هذا الدين. عندك وطن لا بد أن تؤدي
هذا الدين من أجل خدمة الوطن، وأبسط شيء أن تقوم به المشاركة في مسار التعليم. التعليم هو أساس النهضة. دائما نشتكي من أشياء كثيرة، أن بلدنا نقارنها بالدول الأخرى، بلدنا والله تعبانة متخلفة وكذا وكذا، ولكن البلدان الأخرى ما نهضت إلا بجهود أبنائها وبعد أن أخذوا مسيرة التعليم. إذن إذا أردنا أن تكون بلدنا مثل البلدان الأخرى يجب أن نهتم بأمر التعليم. كل واحد يعتبر نفسه ما يقول فقط الحكومة، الحكومة ما هي؟ الحكومة هي جزء من هذا المجتمع. لا بد من كل إنسان يساهم بحسب ما يستطيع من أجل أن نكون شركاء في عملية النهضة بالتعليم حتى تنهض بلادنا وتصل إلى المستويات المتقدمة. لكن إذا أي واحد يفتش عن شماعة يلقي عليها ويقول والله فلان دول قصروا وفلان كذا وفلان كذا، يعني ما نصل إلى نتيجة. إذن هذا مهم جدا، لا بد أن يكون هناك تواصل بين الداخل والخارج. إذا أحس المواطن المقيم في الخارج أن بلده في حاجة إلى أي شيء يقف معها ويساعدها. وبهذه المناسبة نتذكر في الأيام الماضية أو هذا الأسبوع النكبة الكبيرة التي ألمت بإخواننا في ماو، الحريق الكبير الذي أصابه وحول كثير منهم إلى فقراء ربما. فهذا أيضا يحتاج إلى وقفة وتضامن وتعاون من أبناء الوطن المقيمين هنا حتى يساهموا في تخفيف المعاناة التي أصابت إخواننا في داخل البلاد. أذكر مثلا إخواننا في السودان، يعني ربما بعض الإخوة الذين عاشوا في الخرطوم أو زاروا الخرطوم يجدون بعض الأحياء، يعني أحياء درجة أولى، درجة أولى، مثلا حي يسمى حي الرياض، حي الطائف، حي يقدم صورة إيجابية جيدة عن المواطن التشادي في تعامله مع الآخرين، والمحافظة على هذه العلاقة الطيبة وعلى أمن هذه البلاد، هذه البلاد التي استضافت هذه المجموعات، فلا بد أن نحافظ عليها. يعني هذه البلاد، بلاد الحرمين الشريفين، حقيقة بدون مجاملة هي وطن لكل المسلمين، وأمنها واستقرارها يهم كل مسلم، دعك عن المقيم هنا. يعني حتى المقيم في أقصى الأرض، في الشرق وفي الغرب، المفروض يهتم بأمن بلاد الحرمين الشريفين، لأن أمنها أمن الإسلام وحماية لمقدسات الإسلام، فما بالك بالإنسان المقيم في داخل هذه البلاد. إذن لا بد أن نكون شركاء جميعا من أجل حماية هذه البلاد، وأن نقدم صورة إيجابية نموذجية عن المواطن التالي في تعامله مع أبناء هذه البلاد، وكذلك مع الأجانب المقيمين في هذه البلاد، ليكون هناك صورة إيجابية نموذجية تشرف بلادنا وتساهم في خدمة البلاد وفي تقدمها وفي تطورها. فلا أطيل عليكم، أنا آسف جدا لأني حبستكم أكثر رهدا من الزحمة في مكة إلى أن خرجنا. أنا أتأسف وأعتذر لكم لأني أخرتكم جدا، ولا أطيل أكثر من هذا، وأشكركم وأجدد شكري وتقديري على هذه الحفاوة والإخوة في اللجنة المنظمة الذين قاموا بهذا التنظيم وهذا الجهد بجهودهم الذاتية، فلهم كل الشكر والتقدير والعرفان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأعمال في موازين حسناتهم جميعا، وأشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.